sangre, Dios mío, lindo. Mire, Dios mío, lindo, cómo lo... الشخص اللي هيغسل الجثمان لازم يغسل ايديه قبل وبعد عملية التغسيل. يستحسن ان هو يلبس جوانتي في ايديه، ممكن يلبس ماسك عادي جدا. لو هيكون في بعض الدول عندها بعض العادات في التغسيل، هيحصل نتيجة للتغسيل رش جامد للمية مثلا، سبرينج زي ما بيقول، في الحالة دي كنوع من النظافة الشخصية يستحسن انه يلبس واقي للوجه او نظارات. خلاص الانسان تم تغسيله، بيتم لفه، بيتلف زي اي عادات بلد، ممكن يتلف في قطعة قماش، ممكن في كيسة، وبعد كده بيبقى في شخص بينقل الجثمان جوه المدفن، وده مش مطلوب منه حاجة خالص غير ان هو يغسل ايده قبل وبعد هذه العملية لا اكثر. جسامين عموما غير معدية. بعد ما الإنسان بيتوفى بأي مرض معدي بيصبح غير معدي، إلا في حالات قليلة جدا، زي مثلا مرض كان معاه نزيف زي هيموراجيك فيفر، هو مثلا زي الإيبولا. إنما غير كده الحقيقة لو ما حصلش تشريح للجثمان فأصبح الجثمان غير معدي. أدفن وفين دي الحقيقة راجعة لحاجات كتيرة جدا. عدد الوفيات في بعض الدول كانت مفاجأة بالنسبة لهم، والعدد زادت بشكل جامد، ما بقوش قادرين يتصرفوا، فأصبحوا يعملوا مدافن جماعية كبيرة عشان يحطوا فيها الموتى. إنما في بعض الدول الأخرى، وده الحال الحمد لله في أكترية الدول العربية في المنطقة، عدد الوفيات من الكورونا فيروس لسه قليل، فبيدفن المتوفي في مكان الدفن بتاع الأسرة، وده ممكن وده ممكن، لأن الحقيقة هو يعتمد على الوضع الوبائي في أي دولة واهتمام الأسرة إن هي لو عايزة المتوفي يكون في التراب اللي هي تتبعها ما فيهوش أي خطورة. من الجثمان سواء بالحرق أو بالدفن ده بيعتمد على العادات والتقاليد بتاعت الدول. احنا طبعا عارفين ان بعض الدول بتفضل الحرق، بعض الدول بتفضل الغسل ثم الدفن في المقابر. مفيش اي فرق بين الحرق أو الدفن في خطورة نقل العدوى فيروس كوفيد 19.